ولكن هو أيضا يعني صيانة الدولة المصرية ستقتضي أن يكون الأمر في إطار القانون وأن تكون هناك قوانين عادلة وناجزة وسريعة. وأن يعني كل من يعني سجناء الرأي والشباب وكل هذا اتخاذ جميع الخطوات يعني هي دعوة الرأي للمجموعة اللي يعني اللي النهاردة تم اللقاء بها. لم ينتهي هذه بهذا اللقاء بانتهاء الاجتماع، ولكن وكان بداية لعمل مطلوب إعداد ورقة ولقاء بعد شهر لإعلان ما هي الحلول، ما هي الرؤى، الاتصال والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة للمشاركة في وضع الحلول، وكل المؤسسة الأمنية، المؤسسة الفضائية، المؤسسة الإعلامية، تضافر جميع مؤسسات الدولة في الأساس في هذه الفترة. كيف نصل إلى هذا يعني التحديات المطروحة؟ لا يمكن يعني خطورتها تحدث لا قدر الله عندما ينصرف العقل وكلنا ننصرف، كل واحد مهموم بنفسه وكل واحد مشغول بنفسه. حجم المخاطر والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وهذه قوى الشر الموجودة داخل تستلزم تضافر جميع مؤسسات الدولة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة سكينة فؤاد، شكرا لحضرتك على هذه المشاركة. طيب مشاهدينا الكرام، احنا فاصل سريع وهنبتدي مع حضراتكم الى حوارات من القاهرة هذه الليلة، بنتكلم فيها عن الهجمات الإرهابية التي اجتاحت القارة الأوروبية، ولكن هذه المرة في بروكسل. بعد قليل نتواصل، فابقوا معنا. على وقع سلسلة من التفجيرات استيقظ سكان العاصمة البلجيكية بروكسل التي تعد قلب القارة الأوروبية. عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات ضربت مطار بروكسل ومحطة للمترو قرب مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام على اعتقال أحد المشتبه بهم في هجمات باريس الإرهابية. البداية كانت من مطار بروكسل الذي ينقل أكثر من 23 مليون راكب سنوياً، حيث قتل وأصيب العشرات جراء تفجيرين، أحدهما انتحاري في صالة المغادرة بالمطار، وهو ما دفع السلطات إلى إيقاف حركة الإقلاع والهبوط. تفجير المطار أعقبهما تفجير ثالث ضرب محطة مالبيك للمترو قرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسط بروكسل، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى. التفجيرات أحدثت حالة من القلق في الأوساط البلجيكية والأوروبية، وسارع المجلس الوطني للأزمات في بلجيكا إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء شارل ميشيل، حيث تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في جميع أنحاء البلاد، كما تم وقف كل وسائل النقل العام في بروكسل واستدعاء الجيش للمشاركة في العمليات الأمنية وتأمين المواطنين، بينما أمرت المفوضية الأوروبية موظفيها بالبقاء في منازلهم حتى تهدأ الأمور. ونددت دول وشخصيات وهيئات عربية ودولية بالهجمات التي شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل. وفي مصر أدانت رئاسة الجمهورية تفجيرات بروكسل مؤكدة رفضها لكافة محاولات ترويع الآمنين والاعتداء على أرواح الأبرياء، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع بلجيكا في مواجهة مثل هذا الحادث العصيب. وأكدت رئاسة الجمهورية أن تكرار مثل هذه الحوادث في مختلف الدول يؤكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي له من خلال منظور شامل. كما أدانت الخارجية المصرية الهجمات الإرهابية، معربة عن تعازي مصر للحكومة البلجيكية ولأسر الضحايا. كما أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية.
بعد متابعة هذا التقرير حول التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي ضربت بروكسل والتي لم تختلف كثيرا عن تلك التي ضربت أيضا فرنسا، تكون أمامنا الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل هذه الهجمات الإرهابية والتي تهدد مختلف دول العالم، وأيضا حالة الاستنفار الأمني التي بدت واضحة في مختلف الدول الأوروبية بعد هذه الهجمات الإرهابية تحديدا التي ضربت بروكسل. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا أستاذ شريف الشباشي الكاتب الصحفي. أستاذ شريف أهلا بحضرتك يا فندم، وحضرتك برضو كنت منورنا هنا في منى القاهرة بعد التفجير الإرهابي أيضا اللي ضرب باريس. حضرتك كيف قرأت هذه العمليات الإرهابية التي حدثت اليوم في بروكسل؟ والله قراءة هذه الأحداث المؤلمة والمؤسفة، بقول مؤسفة جدا. ليه؟ لأنه من يقومون بهذه العمليات يدعون أنهم يقومون بها باسم الإسلام. دي كارثة يعني. فهذه الأحداث مشينة لنا جميعا ومخزية ومحزنة لنا جميعا، لكن هم فاهمين دلوقتي أن احنا نفسنا بنواجه الإرهاب. احنا بنواجه الإرهاب في سيناء وبنواجه الإرهاب في كل مكان في مصر. فهم مدركين لده. لكن طبعا هذه العملية الإرهابية عملية تصعيد لداعش اللي هي اللي أعلنت مسؤوليتها رسميا يعني. من غير ما تعلن مسؤوليتها هو معروف ان هي. لكن التفاصيل حضرتك كنت بتتابعها ازاي؟ يعني انا فاكر في الهجمات الإرهابية الأخيرة اللي كانت موجودة في باريس سيادتك اتكلمت عن تفاصيل كانت متعلقة بالأحداث وكيفية التعامل معها. هذه المرة حضرتك كنت بتتابع ازاي؟ واللي بتعتبر هذه الهجمات هذه المرة بشكل أعمق، بشكل يحمل الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة هذه التنظيمات الإرهابية على اختراق العواصم الأوروبية بهذا الشكل وبهذه الكيفية. طبعا الحقيقة انا اتابع التلفزيون الفرنسي، والتلفزيون الفرنسي متابع لحظة بلحظة، وفرنسا منزعجة جدا جدا مما يحدث. طبعا أوروبا كلها، لكن فرنسا لأنها من الدول الأوروبية الهامة، وكما تعلموا طبعا بلجيكا ناطقة أو الجزء الأكبر منها ناطق باللغة الفرنسية. صحيح. في هناك الفرنسي بيتكلموا فرنساوي وبيتكلموا اللغة الوالونية. ففرنسا دي بتعتبر بلجيكا يعني زي جزء منها يعني. فهي قلقانة جدا، خاصة أن فرنسا اللي تعرضت زي ما قلنا للأحداث بتاعت شارلي إبدو في يناير 2015 ثم 13 نوفمبر 2015. هي نفسها مدركة أنها ممكن تتعرض لأحداث أخرى كثيرة. صحيح. والأهم من كده أو المهم جدا بالنسبة لهم أنهم خلال شهرين أو ثلاثة وتحديدا يوم 10 يونيو القادم هتبدأ في فرنسا فعاليات كأس أوروبا لكرة القدم، ودي يعني حاجة مهمة جدا جدا على صعيد الرياضي والاحتفالي، وهيبقى الاستاد فيه 80-90 ألف متفرج. وبالتالي بعد الهجمات دي بقى فيه تخوف أكبر جدا جدا. فبيحطوا دلوقتي إمكانيات، ده فرنسا هتعاني من أزمة مالية بسبب هذه المشكلة. يعني النهاردة مثلا بيقولوا إيه؟ أنه تأمين المطارات عام 2015 كلف فرنسا 800 مليون يورو. النهاردة اليورو ب10 جنيه، يعني 8 مليار جنيه مجرد تأمين المطارات. طيب الغريب أستاذ شريف، يمكن المعلومات بتقول أن الإرهابيين كان القنابل الموجودة في حقائب السفر، يعني دي معلومات لسه يعني مش مؤكدة عن التحقيقات اللي بتتم في هذه الحوادث. ممكن نتخيل ده في المطارات الأوروبية؟ هقول لحضرتك طبعا، بس بداية زي ما حضرتك قلت تحفظ ممتاز جدا ان مفيش حاجة لسه مؤكدة. تمام. الموضوع ده حصل 8 الصبح النهاردة، 9 الصبح بتوقيت القاهرة، فلسه الامور لم تتضح بعد، سواء بالنسبة للمطار مطار بروكسل او الاندر جراوند. يعني اندر جراوند ممكن يكون شخص فجر نفسه او قنبلة وضعت، يعني شيء ناس ما عندهاش ولا إنسانية ولا رحمة. ده الأندر جراوند ده، تخيلي واحد قاعد في المترو تحت الأنفاق وتحصل ويحصل هذا الانفجار. هي الفكرة يا فندم أنه إزاي تم اختراق هذه المناطق اللي المفترض أن هي بيكون مسألة التفتيش الأمني فيها يعني بأعلى الإمكانيات ويعني بشكل كبير جدا، إزاي لحضرتك تم اختراق المطار وإزاي تم اختراق المترو بالشكل ده يعني؟ هقول لحضرتك. بداية المطارات في أوروبا وفي معظم دول العالم السياج الأمني فيها عند الدخول لداخل المطار. تمام. دي بتبقى
لا اجراءات قويه جدا جدا. والواحد بيقلع الحزام ويقلع الجاكيت. صحيح. ما حدش يدخل غير اما يقلع الجاكيت بالكامل. نقول لهم طب الجاكيت فاضي ما فيهوش حاجه، اقلع الجاكيت. واحد يقلع الحزام ويقلع المؤاخذه الحزام. لكن بره ما فيش هذه الاجراءات. بره السياج الامني حضرتك تقصد؟ بره هذا السياج الامني ما فيش هذه الاجراءات. اما الواحد يخش المطار الفتره الاولانيه ويحط شنطته ويوزن شنطته، كل ده ما فيش اجراءات امنيه حقيقيه. الاجراءات الامنيه الحقيقيه بقى تبدا امتى؟ بعد ما الواحد يخش على المكان اللي هو بقى هيخش فيه الطياره. تمام. فالنهارده كان وزير داخليه فرنسا في التلفزيون الفرنسي وبيدلي بتصريح، فقالوا له انت طب ليه ما تخليش الاجراءات خارج المطار؟ مش كده؟ تمام. المنطق يقول كده. انا لو خليت الاجراءات خارج المطار هيحصل تكدس من الناس المسافرين واللي بيوصلوهم خارج المطار، فدي تبقى وارد ان يحصل عمليات هنا، وارد ان تحصل عمليات هنا، وهيبقى في تكدس اكبر، هتبقى اكتر كمان. الاستاذ شريف اللي حضرتك بتقوله ده فعلا طرح، وده خلى برضه ان يبقى في تساؤلات اخرى، انه مفيش نوع من انواع التنسيق بين الجهات الامنيه اللي موجوده هناك. هل حضرتك بتتفق مع هذا الراي اللي برضه طرح ولا لا؟ اي جهات امنيه ده؟ الجهات الامنيه في بلجيكا، انه ما حصلش فيه تنسيق بين الجهات الامنيه اللي موجوده، وبالتالي حصلت هذه التفجيرات الارهابيه. حضرتك بتتفق مع هذا الراي ولا لا؟ لا اعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي. هو السبب الرئيسي ان مين اللي بيقوم بهذه العمليات؟ اللي بيقوم بهذه العمليات طبعا احنا اللي قاموا بهذه العمليات، اللي قاموا بالعمليه بتاعت النهارده لسه ما لم تكشف عن هويتهم. لكن اللي قاموا بالعمليات اللي قبل كده في فرنسا واللي احنا شفناها واللي احنا ناقشناها مع بعض معروفين بالاسم. ويمكن منذ ايام كان في توقيف للمتهم الرئيسي في هذه العمليات في بلجيكا، صلاح عبد السلام. بالظبط بالظبط كده. صلاح عبد السلام قبضوا عليه من 4 ايام. ما هو ده طرح على فكره السؤال، هل دي عمليه انتقاميه له علاقه بده، له علاقه بصلاح عبد السلام؟ بالظبط. انا لا اعتقد هذا، لان ما فيش عمليه ارهابيه زي كده تدبر وتحاك وبهذه الكميه في هذه في 4 ايام. صح. لا دي عايزه توقيت اكبر من كده بكثير جدا جدا. فاحنا انا اللي بقوله ان دول جزء من نسيج المجتمع، دول بلجيك اللي نفذوا. حضرتك بتقصد اللي نفذوا دول في فرنسا كان منهم معظمهم من بلجيكا، عندهم الجنسيه البلجيكيه، اتولدوا في بلجيكا، اتربوا في بلجيكا، فعارفين كل حاجه، هم بلجيكيين وبيتكلموا زي البلجيكيين. فلما بيدخلوا، عشان كده بقول لحضرتك الموضوع مش سهل، نقول ازاي ما يقبضوش عليهم؟ لا مش سهل، مش سهل، دول جزء من نسيج المجتمع. طيب كنتيجه لكده استاذ شريف، وحضرتك ذكرت ده انه في حاله من الاستنفار الامني موجودة تقريبا في كل أوروبا، حضرتك جدا حضرتك شايف أنه الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل بعد حالة الاستنفار الأمني اللي موجودة بشكل كبير في معظم العواصم الأوروبية بعد هذه التفجيرات الإرهابية؟ ما هو إحنا لو هنفكر بقى يعني بمعنى أنه إيه انعكاساتها علينا إحنا كعرب، لأن هم طبعا للأسف الشديد أن اللي بيقوم بهذه العمليات ليسوا من ألمانيا أو من فرنسا أو من أمريكا، للأسف الشديد أنهم من أصل عربي. هم يحملون جنسيات صحيح أوروبية من بلجيكا أو فرنسا، لكن هم للأسف الشديد من أصل عربي. مين اللي قام بالعمليات الفرنسية؟ صلاح عبد السلام. أخوه محمد عبد السلام. واحد اسمه مش عارف إيه أبو العود. كلهم للأسف الشديد أسماء عربية، لأن هم عرب. فإحنا ممكن نقول هيحصل إيه للتواجد العربي؟ ما احنا برضو لازم نفكر في هذا. بالظبط. يعني في واحد في امريكا اسمه دونالد ترامب قال انا مش هدخل مسلمين لامريكا اذا جيت رئيس. دي كارثه، يعني دي كارثه. هو ده تاسيد للي حضرتك بتقوله طبعا، اللي هي تنامي الفكره، تنامي مش عايز اقول الشعور العدائي. على فكره ده انا متابع التلفزيون كويس قوي، الحمد لله ما فيش شعور عدائي، لكن بدا يبقى في قلق. قلق من هؤلاء. يعني يقول لك طب هم العرب دول، احنا عارفين ان الغالبيه العظمى من المسلمين، الغالبيه العظمى من العرب ناس مسالمين محبين للحياه، عايشين في سلام وفي وئام في 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 البلاد المهجر. لكن في اقليه منهم هم اللي بيقوموا بهذه العمليات الارهابيه. احنا عايزين نتوقف عند النقطه دي استاذ شريف الشباشي، وننتقل الى نقاط اخرى ايضا في اعقاب هذه التفجيرات الارهابيه بعد الموجز. نتابع هذا الموجز مع الزميله سحر صبري ونرجع لحضراتكم مره اخرى.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مكملين في هذا الحوار. بنرحب بضيفنا مرة تانية الأستاذ شريف الشباشي الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا مجددا يا فندم. الحقيقة إحنا كنا بنتكلم حوالين الحوادث الإرهابية، ولكن أنا عايز أعرف تقييم حضرتك أو